تنفيذا لتوجيه قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرارها والتزامها بدورها الإنساني، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة الخليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية توزيع الطرود والمساعدات الإغاثية والإنسانية للمجتمع المحلي واللاجئين السودانيين في جمهورية تشاد لتخفيف المعاناة عن اللاجئين بسبب الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان الشقيقة.